يا أهلا فيكم من جديد. وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها بالسماح الفوري لكافة مقدمي الخدمات الإسعافية الطارئة بدخول المنشآت التعليمية لمباشرة الحالات الإسعافية الطارئة. يأتي ذلك وسط مطالبات بتطبيق هذا القرار على بقية إدارات التعليم بالمملكة وكذلك في الجامعات. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو المستشار التعليمي الدكتور خالد العيدي، وبيلتحق إن شاء الله معنا هاتفيا بعد قليل شقيق الطالبة المتوفاة مؤخرا بجامعة القصيم الأخ عبد الله المعنى. دكتور مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور خالد، حياك الله، سعيد بوجودي معكم في برنامج أهلا. حياك، تعليقك على هذا القرار. قرار يعني ما هو جديد، قرار جميل يحفظ الحقوق، يقيد المسؤولية. قرار بدأ يعني هو مر بثلاثة مراحل الثلاثة الوزراء السابقين في عهد في وزارة صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل، كان على 1435. كان هناك أيضا توجيه بإتاحة الفرصة وفتح الأبواب للمسعفين لإسعاف الحالات. أيضا تجدد الأمر مع دكتور عزام الدخيل في عام 1436. الآن مع دكتور أحمد العيسى أيضا وجه بتفعيل التعميم السابق. حقيقة هي حماية للأرواح، إسعاف للحالات، وخاصة إذا قلنا يعني قد يكون الأمر في مدارس البنات بشكل أكبر، وبالنسبة للتعليم العالي في جامعات البنات يمكن هو محور الحديث. أما البنين يعني ما فيها إشكال في الدخول وإسعاف الحالات. طيب، المطالبة بوجود مراكز إسعافية أولية يعني في هذه المباني التعليمية سواء للبنين أو البنات، هل ترى أنها ضرورة ملحة؟ هي ضرورة وليست بالشكل الحالي. أتمنى أنها يولونها يعني أهمية قصوى، أنه ما يكون بما يسمى المربي الصحي الآن اللي في المدارس، ويكون أي شخص أحيانا قد يكون أخذ دورة ليست متقدمة، قد لا يتمكن مع الإشغال بالهم التدريسي وجدول الجدول الحصص اليومي سواء معلم أو معلمة. فضرورة أنه رغم أنه هناك في توجيهات سواء من إدارات التعليم أو على الوزارة بشكل عام، إذا بالنسبة للتعليم العام، أن يكون هناك طبيب مقيم في المدارس يعمل به كثيرا في المدارس الأهلية إلى حد ما. المدارس الحكومية للأسف ما نجد هذه المفاعلة، ونتمنى أن تجد على أرض الواقع لها وجود. طيب دكتور، خلينا نأخذ حالة كانت معنا، يعني معنا الآن الأخ عبد الله المانع وهو شقيق الطالبة المتوفاة مؤخرا بجامعة القصيم، واللي كان الحديث يدور عنه تأخر دخول المسعفين إلى مبنى جامعة القصيم. الجامعة طلعت وبيان وقالت لا ما كان في ذاك التأخر، لكن خلونا نستقبل معنا باتصال هاتفي الأخ عبد الله المانع. عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، هلا ومرحبا. حيك عبد الله، يعني نبي الحقيقة، نبي فعلا تحط النقاط على الحروف. هل تأخر المسعفين فعلا في مباشرة حالة أختكم، سأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويحسن عزاكم، يعني كان من الأشياء أنه تأخروا في إسعافها والدخول والسماح لها أو سماح لهذه الفرقة الإسعافية أن تدخل حتى وتتابع حالتها؟ أولا أقول شكرا أخوي. بالنسبة للإسعاف، أقول المشكلة الأساسية أنه لم تجرى للأصلحة رحمها الله أي إسعافات أولية. علم أنه في عيادتين موجودة داخل الكلية، ولكن الإجراءات الموجودة لم تمكن من إجراء أي إسعافات أولية. هذا اللي يعتبره أنا السبب الرئيسي. طيب، يعني أنه مسألة أنه تجلس حوالي أكثر من تقريبا 40 دقيقة دون أي إسعافات أولية، هذه مشكلة يعني. طيب، والموجود والعيادة اللي كانت موجودة في الجامعة ما سووا شيء؟ ما طبعا اللي أثار الموضوع زميلات الطحا، لأنهم هم أقرب الناس، هم اللي شافوا الحادثة أمام عيونهم، وهم اللي أثاروها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، وتواصلنا مع زميلاته، وفعلا لما كان الإجراء إنه المريض أو الذي تعرض للإغماء إنه يذهب إلى العيادة في مبنى آخر إلى طبيبة، ولكن
هذه إجراءات يعني تستغرق إلى 20 دقيقة 30 دقيقة يعني. الهلال هم ما سمحوا للهلال الأحمر بالدخول؟ ما عندي المعلومة هذه، ولكن على حسب أنا طلعت على تقرير البلاغ اللي وصل للهلال الأحمر ما أشوف أنه في تأخير يعني. يعني البلاغ اللي وصل للهلال الأحمر لكن يمكن هل منعوها مثلا السيكوريتي ورجال الأمن في الجامعة من الدخول؟ لا المشكلة الأساسية في طلب الإسعاف. اها كان في تأخر. اي الإجراءات في طلب الإسعاف، يعني لما تجلس ربع ساعة إلى 20 دقيقة عشان تطلب الإسعاف، الحالة الإسعافية تحتاج إلى 5 دقائق 10 دقائق يعني بالكثير 10 دقائق، لما تجلس 30 دقيقة عشان تطلب الإسعاف هذه المشكلة الأساسية من السبب. طيب بيان الجامعة اللي قال لا ما كان في تأخر وإنه تم يعني وش رأيك في بيان الجامعة؟ يعني للأسف يعني إنه الشخص يدافع عن نفسه يعني الخطأ واقع، يعني من ضمن برنامج إحنا ليس لدينا أي مطالبات والموضوع مقفل لدينا نهائيا، ولكن مشاركتي معكم بالبرنامج إنه ما تتكرر حادثة هذه مستقبلا. يعني تخيل أخوي إنه طالبة يغمى عليها وتبلع لسانها أو أي حادث بسيط، انتظر 10 دقائق يعتبر الموضوع منتهي يعني خلاص ما رجعت أطلب الإسعاف. طيب شكرا لك الأخ عبد الله المانع، شكك الطالب المتوفاة مؤخرا جامعة القصيم، سأل الله أن يجبر يعني كسر قلوبكم بفقدها وأن يغفر لها ويرحمها ويتغمدها بواسع رحمته. دكتور تعليقك، هذه حالة يعني يمكن سمعنا عنها وتابعناها ومعنا كان شقيقها وحط النقاط على الحروف. أول شيء نتقدم لهم بالتعازي، الله يغفر لها ويرحمها، و لكن يجب أن يكون هناك، أنا أقول على أيديهم أشد على أيديهم، إذا كان في حق وفي متسبب يتم المطالبة بالحق. يعني أحيانا وأتمنى أنه لا يكون سواء جامعة القصيم أو غيرها من المؤسسات اللي فيها بناتنا سواء في التعليم العام أو في التعليم العالي أنه فقط يكتفى ببيان وتنتهي، لازم أنه يكون، أتوقع إن شاء الله وهذا مطلب، أنه يكون هناك لجنة تقصي فعلية أنه لا يكتفى بهذا، وحتى إذا كان ثبت فعلا أنه على صحة البيان أنه الطالبة يعني توفيت بعد أن قدمت لها الخدمات الإسعافية، أيضا يجب أن تراجع آليات المتابعة داخل هذه المنشآت التي لا يدخلها إلا رجل، وأن أيضا حتى كثير من المسؤولين أو المسؤولات بالأحرى في مدارس البنات أو حتى في الكليات الجامعية أيا كان، أنت تعني يعني تعرف المسؤولية بمكان وحجم المسؤولية، بأنه فقط لا يسقطون قناعاتهم بعض المسؤولات، لا يسقطون قناعاتهم الداخلية، هنا في قرار يجب أن ينفذ. طيب ليش ما يصير في نظام صارم؟ معليش يعني تجينا معلمة ولا مديرة مدرسة ولا وكيلة أي مجتهدة ولا حتى في الجامعات ونظام واضح أنه يسمح للفرق الإسعافية تدخل مباشرة من غير يعني أنه يكون في منع لهم أو تأخير لهم، ليش ما يطبق نظام صارم في حقهم؟ هذا يسأل عنه اللي يشرف عليهم، المفروض أنه يرفع عنهم متابعة دقيقة كل فترة، هل تطبق الآليات في حال أنه فقط لا يتابع مثلا، خلنا نأخذ على سبيل المثال المربي الصحي، أنه أول شيء هل هو مؤهل ولا لا، المربية الصحية مثلا هل هي التحقت بدورة إسعافات أولية وكافية ولا، طيب في حالة أنه أتاكم يعني يدرس الحالة مبكر، يعني الموضوع وقائي، أنه يسأل هل مسؤول هذا، أنه المسؤولة مديرة مدرسة مثلا اسمها قائدة الآن أو حتى مسؤولية مديرة جامعة ورئيسة قسم كلية معينة، أنه في حالة صار عندكم ضرر فيصير موضوع تجهيزي حسب ردودهم نشوف بدري، بس يعني قياس للرأي وقائي قبل أما يعني أنه تقع المشكلة ثم أرى هل مديرة أو القائدة أنها تطبق قناعاتها الشخصية، فيه نساء ما فيه نساء، أخي فيه حلول بديلة، فيه شو اسمه أجهزة إعلان أنه بيدخل رجال أنه كذا، في النهاية هذه إنقاذ أرواح، إنقاذ أرواح ما تحتمل المزايدة. طيب يعني هذا حتى بعد يدعونا يعني يعني مثلا شفنا جامعة القصيم كيف تعاطت مع حالة يعني الأخت الله يغفر لها ويرحمها، واللي طلع يعني كان معلش حتى البيان لو قرأته كان بيان دفاعي واضح أنه تبي تبرئ ساحتها ونمر لها راح أنه قمنا بالواجب علينا، وكان الموضوع بسيط أنه يعني حياة تفقد يعني بسبب يعني تساهل في إبلاغ يعني الهلال الأحمر
وإسعافها بسرعة، حتى وكان في عيادات طبية موجودة، وينها؟ وين دورها أنها فعلا حتى هي تكون بالتواصل مع هلال أحمر بهذه السرعة؟ يصير عندنا خطة طوارئ، يعني ما نقعد يعني ننتظر وثم الدقيقة تفرق يعني في العملية الإسعافية. نعم، وهذا اللي نقوله. وأيضا ترى يعني البيان مثل ما تقول أنت، مثل ما رأينا وقرأنا البيان هذا، فقط كل يدافع عن نفسه. أنا ما أبغى بيانات بهالشكل، أن كل واحد يطلع الشكل الجميل الجانب اللي عنده. لا، أنا أرغب أنه يكون مسؤولية كل شخص وين هي. طيب، وش الحلول اللي سويناها؟ هل المسؤولة مثلا أو الوحدة الإسعافية الموجودة في الكلية وقتها، هل هي فعلا مكملة مجهزة؟ إن الحمد لله ما ينقصنا يعني الجوانب التجهيزات. أيضا في شغلة ثانية مهمة، أيضا الهلال الأحمر يقع عليه جزء المسؤولية. أنا أشوف في الموضوع هذا موضوع الجانب النسوي والتوظيف النسائي في هيئة الهلال الأحمر السعودي، وإن كان على استحياء. أنت تتكلم عن مثلا لو أخذنا في الرياض، أقيم مثلا تقريبا في بنهاية شوال تقريبا 56 دورة تدريبية، 56 دورة تدريبية، ما يطلع لك إلا 930 متدربة. طيب، وإسعافات الحالات الإسعافية اللي أسعفوها تقريبا، إذن هم أشبه ما يكون بالمتطوعين المتطوعات. هذا لا، نبغى وظيفة نسائية موجودة تفيد وتكون تقف مع الرجل المسعف في مباشرة الحالات الموجودة سواء في المدارس أو في الجامعات، أيضا عشان نقتنع عنها كرأي عام، يقتنع الرأي العام أنه فعل بذلت كل الأسباب. إذا أتت المنية ما حد يقول لا، الحمد لله هذا قدر الله، لكن نعم بذل الأسباب، والجانب الوقائي هذا مهم، ابذل اللي عليك وبعدين أقول، ولا أنتظر أنا دائما في كل الحالات بيان. شكر لك دكتور خالد العيدي المستشار التعليمي، يعطيك العافية. شكر لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا. كانت هذه آخر فقرات برنامج هذا لهذا المساء، غدا إن شاء الله نصافحكم في تمام الساعة 8 مساء. بعد الفاصل ننتقل وياكم إلى الزميل يحيى الأمير في يا هلا الليلة، والنقاش حول التصنيف الائتماني للسعودية. مشاهدة ممتعة مع الزميل يحيى.